بنيتي مو قادر، ريولي مو براضية تشيلني، قم روحي شوفي شو السالفة. إن شاء الله يبا لا تحاتي، الحين بنزل وأشوف. الله يستر. اطلع وقف قدام شوي. وهي احلى فطور. هاتي 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 عندي. لا ما بيصير ما لا بيصير. لا لا يصير ونص. يا عيب الشوم. هاتي هاتي عندك هاتي. تعالي قاعدي قاعدي قاعدي. انت ما تشيلين اللي مثلك ان شاء الله. لك انا بدي اشيلك بعيوني التنتين تقبر قلبي. اين اروح انا عن هذا الدلال والدلع؟ قول يا روحي قول. كل شوي تقول خلوني اروح البيت خلوني اروح البيت، شنو عندك في البيت اهم من قضيتنا؟ ماكو طال عمرك ماكو ابد. بس انا اسال، يعني انا شنو ذنبي بالقضيه؟ احنا للحين ما اتهمناك، احنا قاعدين نحقق معاك. يعني قصدك انا متهم؟ انا اروح لك يمين انت تيني يسار، اروح لك يسار تيني يمين، انت للحين ما جاوبت على سؤالي. مو انا طال عمرك راح افهمك الموضوع، يعني خليني اروح البيت بعدين بايي كان بقول لك كل شيء اعرفه. الظاهر كلنا بنروح بيتكم علشان نفتشه. تروح بيتي طال عمرك؟ ليش تروح بيتي؟ ماكو شيء ببيتي، ماكو شيء. انا لا ذبحت حور ولا لي علاقه بالقضيه. ودك توقيف وخذ مني اوامر علشان تفتيش البيت. طال عمرك خليني افهمك، خلينا نتفاهم طال عمرك. انت مو فاهم القضيه، مو فاهم علي. انا اقصد ان انا ما قتلت، انا ما لي علاقه بالموضوع. انا يبا يبا فتش الباب، يبا ولدي راح يموت، فتش الباب. أنا أدري إن جثت بنتي حور عندك. بطلي أقول لك أحسن لك بطلي. ريمي ريمي
زين انت ليش فرحانه؟ انا فرحانه لانكم شفتوا الحقيقه. انتوا تدرون ان من امس الشرطه تدور القاتل، كذي معناته عثمان ما قتل احد. ومريمي ابو خديجه اذبحوا البنيه وكانوا يبون يدفنونها. عاد احنا نخاف نقول لاحد، احنا ما نقول حق احد. شلون ما تقولون حق احد؟ احنا لازم نروح مركز الشرطه ونبلغ عنهم. لا مركز الشرطه انا مو بياي وياكم. شلون مو بياي؟ لازم نبلغ عليهم علشان يودونهم، علشان عثمان يطلع ويرجع حق رباب. ومريمي يودونها لانها مجرمه. ها ايش قلتوا؟ احنا بني وياك على مركز الشرطه مو بداش. تعالوا نشوف. يمه يمه ايش فيك سكت؟ ايش فيك سكت يمه؟ ليش شوي هيك صار بارد؟ ليش احس ما تتنفس؟ يمه تبي هوا؟ يما انت ما تموت، انت تقعد معاي ما تخليني. انت مفروض ما تخلي امك، انت قوي نفس امك ما تخليها. صح صح يما. يبا ولدي مات. يبا ولدي مات. يبا ولدي خلاني بروحي مات، ترك أمه. يبا ولدي مات. شنو؟ أنا ما بدش. أنت ليش ما تدشين أحسن؟ أنت ليش خايف؟ ما تبي عثمان يطلعونه من السجن؟ هم يقولون عثمان اللي ذبحها، واللي ذبحوها مريمي وخديجة. أنا بعد أخاف أدخل داخل، أخاف يسجنوني أنا وأخوي. ليش يسجنونك؟ يسجنون كلامكم بس. لا 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 أنا ما بدش. أنت ما تبي عثمان يطلع من السجن؟ بس قولوا اللي شفتوه. إذا قلنا راح يطلعون عثمان من داخل؟ إي أكيد، أنتوا بس قولوا اللي شفتوه وبس. تدرون شنو؟ مع السلامة. هاي هاي تعال، هذا وين راح؟ أنا راح أجيبه. تعال أنت بعد تعال. طالع هذا اللي يعتمد علي. هالو عليكم. Thank you.
اي شيء تقولي لي اياه اصدقه وارتاح. بس قولي لي بشنو كانت تفكر؟ شنو كانت تقول؟ ابي اعرف اي شيء عنها. تركت لك رساله عندي وما راح افتحها لما تلقى جثتها. زين يمكن كاتبه شيء على اللي صار. لازم نفتح الرساله نشوف ايش مكتوب فيها. الرساله اللي عندي لك حتى طلبت مني اقراها عشان اعطيها راي اذا حلوه ولا لا. يعني الرساله اللي عندي مكتوبه لك. ليانا؟ حور كاتب الرساله ليانا؟ تكفين سينان. ما راح اقراها بس اشوفها امسكها على الاقل. انت اللي تكفى يا مصطفى. بدل وقفتك هاي روح دور عليها. واذا لقيتها تعالي وانا بنفسي بقرا لك الرساله. زين يمكن حور ما ماتت، يمكن عثمان قاعد يخربط. عثمان مستحيل يذبحها. هاي منو تتوقعين؟ لان بصراحه انا مخي انلحس، قمت اشك بالكل، قمت اشك حتى بنفسي. توقع اي شخص ثاني الا عثمان. ما يندرى. الحين دشينا ثاني يوم وللحين ما لقوا جثتها. من فتحت عيني وانا بديت افقد الناس اللي قلبي حبها. صرت تدور عليها من بيت لبيت. انا متاكد انها عند مريمي. ليش طقيت عليها الباب؟ طقيتها ما رضت تفتح لي، معناها يعني عندها. ناريمان قالت لي رحت لعندها على البيت ودقت الباب وما حدا فتح لها الباب. يمكن ما رجعت من امبارح. زين تعالي معي نروح ندورها. تعالي الله يخليك. تعالي معي. اشرب. طب تعالي معي نروح ندورها. لوين؟ الله يخليك اي محل بكل مكان نروح ندورها. عثمان قال شافها مقتوله. اللي اخذ الجثه ما بده يكشف نفسه، اكيد دفنها بشي مكان وهرب. يعني كفيك العباله، لا تروحين انت. انا بروح لحالي بدورها بكل مكان. لازم القاها، لازم ادورها. تعال شهاب تعال بدي البس وروح معك دورها. الولدين يقولون شافوا الجثة بسيارة أبو خديجة، ومريمي كانت معاه. الاثنين ساكنين جنب بيوتنا يعني جيراننا. أهما لذبحوا البنية. عثمان ما لذم. كلامك ما في إثبات، راح يسجل كبلاغ. الولدين يا هال ويخافون يدشون مركز الشرطة، بس أنت تقدر تجيبهم وتسألهم. أنت بتعلمينا شغلنا شن نسوي وشن ما نسوي. على العموم أبو خديجة عندنا هني في التحقيق وقاعدين نحقق معاه بشهادة الشهود. متى مسكته؟ هو متهم على ذمة التحقيق. زين عن إذنك. حب أقول لك ترى أبو خديجة يعرف مكان الجثة لأنه كان يبي يساعد مريمي علشان يدفنونها. أنيت وقلت لك كل اللي عندي عشان تتصرفون. إذا ما تصرفتوا بندخل بيوتهم ونطلع جثة بنتنا. هذا أنا قلت لك. ويوم عرفت الموضوع رحت دقيتي عليهم البيت؟ لا أكيد يتبلغت على طول لأني إنسان عارف القانون. زين عن إذنك. تدري انك سافر وحقير وواطي ومنحط من
أول ما تقربت لكم حور عرفت، قلت أختي بيصير فيها شيء. كاهي أختي ماتت، ماتت ومو بلاقينها حتى هي وين. أنتوا شنو من بشر يعني؟ مو كفاية أمي ماتت محرومة، الحين نحرم من أختي. طالعني، قاعدة حاجيك طالعني، حط عينك في عيني. ما عندك شيء تقوله ولا عندك أصلاً شيء تخسره، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يعلك ما توفق إن شاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل. بطن الباب، بطن الباب، يلا بسرعة فتش البيت، دخل بسرعة، خليك برا عنك شيكوا عليك المكان. فتشون كلهم الغرب بسرعة. بسرعة بسرعة بسرعة. شيكوا ذي الغرفة، شيكوها. سيدي حصلنا جثة داخل الغرفة. بلغ بحث التحريات على تحرير الغسلة. أنا معك سيدي. عمي ممنوع تلمس الجثة لين ما يوم بحث الحياة تحقق عليها. إن شاء الله. أنت، أنا أدري، أنا كان ودي تشوفيني قبل ما أموت، وأنا عم ودي إني شفتك وتكلمت معك. أنا ودي تقضبين إيدي يدك وتحاجينه وتفهمينه وتقنعينه يحب الدنيا ويحب الناس. يحب الدنيا يلا عمي هيا ان شاء الله خير الاحزان. عمي هيا قوي براسك ان شاء الله. الله يجعلها من ثواب الجنة ان شاء الله. هيا هيا يلا عمي هيا. ايش فيك تحكي؟ لقوا جثة حور
بس ببيت المرامي. توقعين الشرطة راح تدور علينا ويودونا، لأن سمير دخل داخل وقالت لهم إحنا شفنا الجثة عند بيت مريمي. توقع أن مريمي هي اللي ذبحت حور؟ يعني عثمان بري، أنا اللي شفته نفس الأفلام. هالبنت ترخل القلب، ما دخلت بيت اللي تركت فيه الحب. شوفوا شباب إيش صار فيه من أعرافها. مصطفى شفتوا شلون تغير؟ وايد متأثر. يعني لو الشرطة لقوا القاتل بعدمونه؟ مريمي هي اللي قتلت حور ولا عثمان؟ مستحيل عثمان يذبح، يمكن ابو خديجه. لقوا جثه حور. وين لقوها؟ لقوها ببيت مريمي، حافر قبر تبي تدفنها. اول مره اشوف اخوي شهاب يبكي، تو الحين متذكر بنته بعد كل هالسنين. تم معاها لين اخذوها ثلاجه المستشفى. تحقيقات للحين يبون يعرفون القاتل. ومريمي ايش ردت؟ ما لقوها. يبا ولي سلمك طلعني من هنا. يبا احس اني مخنوقه مو قادره اتنفس. البيت يذكرني بامي وذكرني بحور، مو قادره اشيل صورتها من راسي. مو قادره انسى صوره حور. روحي مع رباب، دخلي داخل البحر. الحزن صار في كل مكان. مصطفى تعال تعال تعال. مصطفى ممنوع، أقول لك ممنوع. وينه؟ وين وديتوه؟ لما جيتوا كانت عايشة صح؟ ما كانت ميتة ها؟ مصطفى تعال، وين وديتوها؟ استهدي بالله، وين وديتوها؟ استهدي بالله. اسمح لنا اخوي، احنا اسفين، احنا اسفين. انت شايف ما هو نصيب؟ ايش فيك؟ بس راحت عند الله ارحم مني ومنك، محتاجه دعوتك بس. بدال تسوي عمرك كذي تدعي لها. ايش فيك مصطفى؟ صح ليش لما هي تفرح ما تكتم الامور عندي؟ ليش لما حسيت اني محتاج اعيش حالي حال الناس تسكر الدنيا كلها بوجهي؟ ليث انا حبيتها، والله العظيم حبيتها. أنا عمري ما حبيت أحد، عمري ما حسيت إني محتاج أحد كثر ما أنا محتاج هالحين. أبوي اللي هو أبوي، من وعيت على الدنيا ما شفته، ما حسيت فيه، ما حسيت إني محتاجه. حور عوضتني عن كل شيء، حور حسستني بكل شيء، كانت معاي بكل وقت، حسيت فيها بكل شيء. ليش لازم نكسى على روحنا عشان نضحك؟ ما يصير نفرح؟ ما يصير نعيش حالنا حال الناس؟ أنا تعبان، ما أنا قادر أوقف. إيش فيك؟ إيش فيك؟ ترفع لك كذي، أنت راح تتعب وايد ترى، زين؟ تكفى علشان خاطري أنت، أنا أنت وايد أقوى من كذي، أبيك تصير أقوى من كذي، زين؟
ليش تبين تقريني رسالة؟ يبا يوم كنت صغيرة كنت تعلمني شلون أقرا، ولما كبرت وغمضت عيني صرت تعلمني شلون أكتب. كنت أنتظر ترجعين تشوفين عشان تقرين الرسائل بنفسك. يبا أنا أحس هاي الرسالة انكتبت بس علشان أنا أقراها. لا، ومصطفى بعد لازم يقراها. لا يبا، حور قالت لي لا تفتحين الرسالة بس خليها عندك، حتى كانت وايد مترددة وقالت لي لا تخلي مصطفى يقراها. لا وانا ابوك، لا تخشين الحب، الحب لازم ينتشر، مصطفى في هالوقت بالذات محتاج للحب، الحب اللي طول عمره ما عرفه. انا حاس فيك، ابت ابت، لا تخش دموعك عادي، يقولون البكي ينظف القلب، والله خير قلب وقلبك يحتاجون يتنظفون من زمان، والله راح ينظفهم الا الحزن. تخيل والله يقومه بالسلامة، كان يقول لي دائما اضحك يا ولدي استانس، اضحك قد ما تقدر، لأن الحزن ذيالك ما راح يطق بابك أو يستأذن بيلك مثل الياثوم بيقعد على قلبك سم، ما راح تعرف شو تسوي بدرياك. الحزن يا ولدي ما يعرف لا صغير أو كبير، فقير أو غني. كلامك صح يبا. متشابهين بوايد أشياء، أنا فاقد أمي وأنت فاقد أبوك، وكلنا ندري إن الحزن ما راح يردهم أصلاً، بس بعد مشكلتي ومشكلتك إن أنا وياك براضي نستوعب الموت، مع إننا قادرين نتعايش معه. بس بعد الزين بالموت انه يرد لك اللي نسيته، يرد لك حبك اللي كنت ناسي. هذه سياسة الموت، فانسى سيخوك انسى. أشوف أحد، أبى أروح مكان الناس تضحك فيه، عارف من روح وين؟ روح فرج الإنجليز، يحطون غالي ما نفهمه ولا نعرفه، نسوان ريايلهم يسبحون مع بعض في الحوض، إذا ليش ما خلونا نسبح معهم؟ أنت عندك ثياب سباحة؟ أنا عندي، بس أستحي أتفسخ قدامهم، هم نسوان ما يستحون، أنت استحي، إذا ما عليه خلنا نروح، تعرف تتكلم إنجليز يا أول؟ أنت ما تعرف تقول له 1 2 3، أنا أعرف أقول هاو ار يو، زين بقول لك. إذا شفت بنية حلوة قول لها I love you baby. إذا قلت لي يوما أحبك سأبادلك الكلمة بصوت أعلى وسأقول لك أحبك، سأخذك إلى عالمي وسأقوم عالمك الذي يراه الكل مليئا بالشر. أنت لست كذلك، حين سأقول لك أحبك ستتغير. أنا مؤمنة بالكلمات الجميلة، أنا مؤمنة بأننا نتغير كل يوم. مصطفى، قبل أن أختم رسالتي التي ربما ستصلك، سأختار اليوم المناسب لتقول لي كلمة أحبك، ولن أختار هذا اليوم لأنني أحبك.
ولا لحظه.